السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات تم التسليم. يا جماعة شير شير، يا جماعة مشاركات. أول حاجة عندنا أخوتنا يا جماعة إيمان، قبل أيام لما كنت عامل اللايف مع الرتبة، في ناس يتكلموا مع إيمان تانية، وأنا قاصد إيمان تانية. إيمان دي متابعاني لأربع سنة، دعم صفحتي ومن الناس الصنديدين الواقفين، ودعم صفحتي طوالي باستمرار. يا جماعة إيمان دي وقفت معنا كثير قبل اليوم. أنا القاصد إيمان تانية قحاطية يا جماعة، كانوا الصفحة فيها ناس بيخشوا بيعملوا جرس عشان تقول الحاجة اليوم داك، فالناس ما ماشي للحاجة دي. إيمان دي بني، يعني إيمان دي معاي ليا كم سنة، ما الليلة ولا أمس، يعني بعرفها قبل الحرب دي، في صفحتي دي موجودة ودعم صفحتي، ما شفت منها إلا كله خير. دي حاجة عشان الناس ما تاخد عنا، لأنه بقت حتى اللايف ما بتجي. يعني هي مش هي زعلانة في حاجة، لكن في ناس عارفين غلط، فاهمين غلط. بس بيشوفوا الاسم بيقولوا يا هاي إيمان 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 إيمان. فجماعة إيمان دي زولتنا وزولة راكزة جدا، وزولة دعم جيشة من أول يوم، من أول دقيقة، من أول طلقة هي دعم جيشة. يعني مستحيل يوم من الأيام تكون دي قحاطية. إيمان اسمها إيمان. دي عشان لازم يا جماعة برضو نديها حقها، ما كل الناس دي ممكن يحصل لك انت موقف معاي تفتكر ما بحتذر لك. اكيد بحتذر لك، انا حافظ اي زول بتابعنا، اي زول بيعلق لي انا حافظه، بيخش لي في الخاص برد لي، بكون عارفه، شفت تعليقه، عارفه دمنه، يعني بعرف ناسي كويس، ناسي حقني بعرفهم، ده ناسي بعرفهم لون سنين معاي، وفي ناس جو معاي لون السنة دي من جات بعرفهم كلهم. عشان كده يا جماعة الناس إيمان دي زولتنا، خدت في البروفايل حقها على مسودان. إلى التحية والاحترام. أول حاجة ده أقول لكم مبروك 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 يا جماعة. الحرب ده أنا قلت لكم الكلام ده، أنتوا مفروض خلاص أنتوا معاي لي هنا في الناس اللي عرفوني الفترة دي بتاعت الحرب 7 شهور، والناس اللي عارفيني في ناس لهم سنتين ثلاثة أربعة خمسة سنة، في ناس بيعرفوني عارفين انا لما نقول الحاجه ما عندي، ما بكذب فيها ولا بجيب لي بالف ليك ولا بديك الحاجه الحقيقه. قلت لكم مبروك مبروك، قلت لكم درمان خاليه خاليه، في طرق كثيره فاتحه فاتحه، ما اعلنوها ما اعلنوها، انا ما بتدخل علينا ليك، لانه انا لو هم دارين علينا كانوا زعلوا قال لك الطرق دي كلها فاتحه لشيء ما، ما اعلنوا عليك. ودرمان الان بنسبه 200% محررة، ما فيها حاجة، حتى الجنجويد فيهم حارسين يوما، أولاد الحلة جيرانك الناس اللي كانوا بياكلوا معك، وأنا حكيت لك القصة دي كثير وقلت عليك. الخرطوم نفس الشيء، جيرانك أولاد حلتك، جنوب الحزام يا هو أهلك، الحواضن بتاعنا الناس دي الرمم أهلهم يا هو الناس اللي كانوا قاعدين جوا هون، كل دول ودخلته ورعمته بيفتح لي بيت اسكن هنا اسكن هنا، سكنوهم معكم. حرب انتهت، حرب بمعنى حرب انتهت، جنجويد انتهى. الان القاعدين ديل العملاء والحراميه، ديل النفوس الضعيفه، ديل النيجرز الدارين نطهر منهم البلد. لكن كجنجويد كجيش حرب بين دولة ما في الكلام ده، ما في لا بين متمردين، المتمردين انتهوا والباقيين صيجوا. الليلة 50 تاتشر مرصودين كانوا، توجهوا على جهة الديوين، انجغموا كلهم ما طلعوا منهم إلا 3 تاتشرات اطلعوا منهم 3 تاتشرات كلهم دنيا زايلين كلهم. ولا شفت بهناك جبل اولياء، قلت لك جبل اولياء دي كملتهم، جبل اولياء كملتهم، تاني لحقنهم 5 تاتشرات دنيا زايلين وبدون رحمه.
القوة المميتة، الشغل الجديد، الشغل اللي بيوديك بدون إرهاق، الشغل اللي بيسلمك لملك الموت يوصلك هو الجهنم. الشغل ده كعب تب، ده شغل ذاته سبحان الله حاجة كده. الناس اللي انجغبوا كلهم، شفت ناس اللي كانوا في جبل أولياء والصعاليق ديلك والرمم، ولا كانوا بيتفاصحوا والبيقول كله 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 الآن في الطريق بتاع نار جهنم. في دفعات هناك تاتشرات كمية في كردفان ماشين جهة مكدادة وماشين جهة النهود، كانوا في مكدادة وكانوا في أبو حميرة ماشين جهة النهود واللبيض، بيفكروا يمشي وين، ولا خلوهم تموا تفكيرتهم ولا أدون زمن انجعموا قبلهم في محلاتهم في مكدادتهم في مكدادتهم، والبقية اللي وصلت أبو حميرة انجغمت. شغل تمام التمام، المعركة انتهت انتهت، دي النظافة الطبيعية لأي معركة. اللي بيحصل الآن دي نظافة طبيعية لأي معركة. شارع 60 كان فيه جغم، وفي أركويت كانت الجغمة الكبيرة أمس عمارة، العمارة دي كلها جنجويت على بكرة أبيها ومعهم متعاونين. الحصل كالآتي يا جماعة، ده أنا بقول لك شهود أعيان، شهود أعيان. العمارة اللي دقت كلها بشهود الأعيان جيران، العمارة اللي دقت جنجويت كلها، فيها مدنيين فيها ناس، لا لا قالوا بس دي الوحيدة العمارة الصح اللي اندقت، الباقي كله كله ما جنجويت، بس صح اندقت العمارة اللي فيها الجنجويت. البيوت الجنبها ما ولا هبشوا بيت، بس العمارة اللي فيها الجنجويت بالملي. يا جماعة ما دي حاجة لازم الناس تطلع عليه عشان نسور الجو يعرفوا نفسهم انهم بيشتغلوا بالملي، عشان يعرفوا انهم شغالين بالملي. في ناس طبعا الحصل كالآتي، أن أديك القصة عشان أنت ما تتخدع بالفيديوهات اللي طلعت وجابوا له النفرين وقالوا ديل كتلوا الجيران وكتلوا الناس المدنيين. كالآتي، العمارة الوحيدة اللي كان فيها جنجويت في شارع 60 في اتجاه الكويت بهناك انجغمت أمس، فيها 7 طوابق من أول ليه تحت انجغمت. الناس ديل جابوا دفار، رفعوا ناسهم كلهم، جاءت دفار طوالي وجاءت قوة وحاصروا المحل من الجنجويت، ما خلوا زول يشوف بعين ولا يصور، رفعوا الجثث حقتهم كلهم وناسهم كلهم كلهم رفعوهم. الدفار ده اتملى لما الدم بينقط، لما دمهم بينقط في الشارع. بعد ما مشى الدفار قعدوا يصوروا لهم، جابوا ناس قال لهم خشوا لبسون الملك ديل وقالوا لهم الصور. دي الحقيقة، شهود أعيان عندي الرسائل حقتهم وساكنين هناك، عشان ما يطلعوا يقول لك والله ضربوا ما في مدني. اي زول شفت الجيش ده ما بيضرب ما لم تكون المعلومه بنسبه 1000%. بعد ما تدي الاحداثيات بيتاكد، وبعد ما يتاكد يوم حتى نضرب. دي الحقيقه، الضربه بتاعت اركويت دي اكثر من 150-200 جنجويدي دنيا زاجي، وفيهم معاهم متعاونين ومعاهم ناس متعاونين ومعاهم متعاونات معاهم قوادات معاهم عاهرات، كلهم 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 نار جهنم. شغل بالملي زي ما قال الكتاب، عشان الناس تعرف ما تساق ويخدعوك ويقول لك والله وضربونا وصوروا بيضربوا. لا 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 لا، احنا عندنا شهادات بتحت الجيران، الدنيا كلها عارفها، عارفين الحاصل كله من طقطق للسلام عليكم. كلام واضح، واحنا نبهنا اي زول بيمشي للجنجويت هدف، اي زول بيقعد مع الجنجويت هدف، اي زول بيطبخ للجنجويت هدف، الشاي اللي بيسوي للجنجويت هدف. ما تقول لي والله دار عيش، كل الشعب السوداني ده ما عاش، تعيش شنو؟
الا تعيشي مع ديل امشي عيشي في الاخره. انت جيت لانه الناس عارفه، الناس كلها عارفين ونبهنا والدنيا كلها عارفه. اي منو داك تيجي تقعد مع الجنجويد دخلت بيتك ربع ساعه انت هدف، دقيقه واحده بس تاوك كده ورجعته انت هدف، قعدت معاه في مكان انت هدف، اشتغلت لهم جواد انت هدف. ما في زول اصله ذي ولا في رحمه. دي الحقيقه، دي الحقيقه. الان الشغل بتاع الجيش واضح وصريح، فرتك بس لقيت انك انت نازل جوك وفي منطقتك وجير امش ابعد، الكلام ده واضح ابعد. ما تيجي تقول لنا والله جيت اثنين بتاعين هنا، ما في. الشعب السوداني ده كله تعبان، والشعب السوداني ده كله ما في مبرر يخلي سوداني واحد يبيع. لو مات من الجوع احسن يموت، احسن ما تاكل، احسن تموت في نوب. ولا في عذر كده تقول لي الحاله ضنك، الدنيا كلها ضنك، السودان كله تعبان، ما في زول ما تعبان. لكن ما في سبب يخليك انت تبيع، ما في سبب يخليك تتنازل، ما في سبب يخليك تمد يدك، ما في سبب. ما اصلا لو تموت من الجوع تكتر من الموت ما عندك عذر. طالما مديت ومشيت وشاركت انت مبلول. الكلام ده واضح والعربي ده واضح. العماره اللي اتدقت في اركويت اتدقت بالملي فرتقتهم في ارتيك، ما طلع منهم ولا عظام بتاع الجنجويد ما طلعت. دي حقيقه. وشفنا الناس اللي لموهم كلهم قبضون على الفيديو اللافي، الناس اللي خلوني يقولوا حميدتي الاغنيه بتاعته المفضله، خلوني غنوها قاعدين ومربطين لهم عيونهم. اقسم بالله العظيم من الخوف عدم المؤاخذه في واحد عاملها في نفسه. عشان كده انت عرفت ليه جايبين لون البنبص زي اليهود، نفس الاسرائيلي، بيخافوا. الزول ده قاعد وبيغنوا تحت مويه سائله، الفيديو موجود، تابع الفيديو، عاين للزول اول واحد على يدك بهنا بالشمال، شوفوا عاين تحته المويه سائله. ليه؟ لانه خايفين، لانه مرجال، لانه اولاد حرام، لانه جوادين. بنركبكم والله نركبكم ليوم الدين، نركب فيكم. اصل رحمه ما في ولا ذره بتاعت رحمه، ذره كده من الرحمه ليكم والله ما في، والله حته كده بتاعت رحمه ما في. احنا ما بنرحم، ذاك ربنا اللي بيرحم، احنا بشر. انتوا لو رحمتونا احنا كنا رحمناكم، لو رحمتوا وطننا كنا رحمناكم، لو رحمتوا الوطن رحمتوا حجر ولا رحمتوا شجر ولا رحمتوا حيوان ولا رحمتوا مرة ولا رحمتوا راجل ولا رحمتوا حاجة، كل شيء دوستوا برحمكم منه. والله نتشفى فيكم، قسما بالله نتلذذ بموتكم، والله نتمتع، والله نتمطق، والله بس مرارة بتاعت عيد، وقدامك شطة وقدامك بصل وقدامك دكوة وبليمونك والشغل تقرمش، بس ده اللي انتم بقيتوا لنا كده بالواضح والصريح. ما عندنا لكم اكتر من ده. الان النص الانتصار جاء، والجيش والله شغال طيران في كل مكان، اعملوا الكلام اللي قلت لهم، اعملوا الدارين وقال لهم كل زول مسلوب غايد حسب توجيهاته وميدان. الليله ام درمانات الثورات اللي كانت مؤمنه حصل كالاتي: حاره فتشوها، ده اسمه التفتيش الاخير اللي قلت لك زمانك، قلت لك حيبدو بالثورات دي بيت بيت وشارع شارع غرفه فتشوها بيت، ما خلوا حاره، من حارة لحارة، جيش، شرطة، جهاز مخابرات، كله لافي. الليلة نظافة ومدرمانات من فوق، انتهوا قفلوها بالضب والمفتاح.
والبل جاي لتحت، جاي بل 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 بل، والله العظيم ما ولا شفتوا تمشط سما تنزل الواطة بتموتوا بتموتوا. وفطيصة انتوا والمقعدكم والماويكم والباكلكم والبشربكم والمسكينكم والمصاحبكم والبترسل لكم والبجيب لكم من كله هتنتهوا هتنتهوا. عشان كده انا شعب يا سوداني، دي الناس البر انا بقول لكم مبروك، ايام والبصات بتفتح، ايام والافواج بتفتح، اسمعوا الكلام ده كويس، ايام ايام، خد يدك ايام ايام، وحتجي راجع بيتك معزز مكرم، ايام وحترجع بيتك رافع راسك، ايام وحتجي تحتفل مع قواتك المسلحه، ايام وحترجع لوطنك ولخرطومك ولنيلك، ايام حترجع لمدرستك ولجامعتك، وكل ذول حيرجع مكانه. الكلام ده خلاص بقى امر واقع، بقى امر واقع، انتهى قصه اللعبه، انتهى الان مرحله غير. الناس ديل كانوا عندهم بصيص امل في ان دويله الشرطي توقف دامها وترفع يدها والشغله دي تقيف، عشان ما هن هدفهم انه يقتلوا. الجيش ده مؤسسه، الجيش ده ما خريج عصابات، الجيش ده مؤسسه ما عنده انه هو قايم عشان يقتل، لو كان داركتور كان زمان قتل الجنجويد ديل لما كانوا موجودين، لكن هو ما عنده سبب عليهم. الجيش مؤسسه، الجيش كان في ضوء صغير ممكن يوقفوا الامارات دي توقيف، والناس دي يسحبوا وخلاص الموضوع ينتهي، وكفى الله المؤمنين شر القتال ويتحاسبوا والقصه انتهت. لكن الظاهر المحاولات بتاعتهم بعد الفشل او دقت في حيطه صليبه. اقتنعوا لحاجه واحده، انه الناس دي ما بيمشوا الا بالبل. انه المعركه الان معركه بتاعت بل ومعركه بتاعت كسر عظام. خلاص الكلام اللي قاله ياسر عطا ده انا قلت لك امس. يا احنا مثل الليل كله انا شفته، بس يا ياسر عطا الخطاب ده مشغله اكثر من 800 مره. 800 مره انا بفتح وقفي اسمع بس الكلام اللي قاله في الدويله دي. الرسائل اللي وجهها لهم رسائل صعبه جدا لناس بتفهم. خاصه الرساله بتاعت جهازنا بتاع المخابرات يده طويله في الدول دي. الرساله دي هم بيفهموها كويس عارفينها. واي دوله بتجيب بتفهمها. وبنغازي رسالته لبنغازي عارفين الشغل ده وعارفينه كويس، ولاثيوبيا عارفه الشغل ده، ولتشاد عارفه الشغل ده. دي اللي احنا كنا كده، نميري كان كده، ده شغله. وفعلا اي دوله دايره تعيش في امان لازم يكون اياديها بتاعت المخابرات قويه وطويله، لازم تكون راكبه في اي دوله، عشان اي دوله ترفع راسها تدوسها. بتدوس بالفيها، ما بتدوس من برا، بتدوس بالجوة. ودي الحاجات الزمانك اشتغل على نميري كتير جدا جدا. الان الرسالة بتاعت ياسر العطا كلامه واضح، نحن حقنا حنجيبه وعليكم حدور الدوائر، وبنفس المنهج اللي اشتغلتوا به وانتو نحن حنشتغل به، واحنا اعرف منكم انتو، احنا عندنا باع طويل في الشغل ده، وناس عندهم باع طويل في الشغل، وعندنا خلايا نايمه في اي دول، وده حقيقه. دي حقيقه ما يشيلك فيها شكك. اصله ما يشيلك شكك. كلام ياسر العطا ده الكلام بتاع الغيار بتاع البرهان. انا وجهه نظري، انا ما بعلم البرهان قال لي قوله، لكن الان بعد ما طلع، بعد ما وقفوا 3 4 شهور انه ما يتكلم في الموضوع ده، انه الان طلع وهون عارفين انه طلع وقال الكلام ده في وادي سيدنا، اذا الكلام ده بيمثل البرهان شخصيا. وليه خلوا، ليه ما كان قالوا كباشي ولا قالوا البرهان؟ ليه الوقت ده بالذات؟ لانه الكلام ده قال من ياسر العطا قبل اليوم. عنده الاصبغيه وعنده الفكره وعنده الكلام، هو اللي قاله قبل اليوم. لما وقفوه ما وقفوا قال لي كلامك ده غلط، ولا قال لي كلامك ده كده، لا لا، بيكون الكلام قال لي عندنا باب دبلوماسي شغالين فيه،
انت كده بتقفل علينا الطريق. ده انا الكلام ده ما قالوا لي زول، ده انا ساي تحليل ما معلومه. في فريق بين معلومه وفي فريق بين تحليل، لكن طلعته وصيغته وفي وادي سيدنا ويقول الكلام ده، الكلام ده يمضى من فوق مباشر. الكلام ده تعليمات، الكلام ده موافقه، الكلام ده اتفاق، الكلام ده اتفاق وتنفيذ في الميدان. الكلام ده ما لف ودوران، الكلام ده ما كذب ولا طلس. زي ما قالت لك حنان ومنخره، قالت لك الكلام ده قديم وطلعوا جهاز المخابرات الان. هي ما بتفهم، والله ما فاهم حاجه، ما عارفه حاجه. النازل ما متخيلين الخطاب ده يطلع في الوقت ده، ما متخيلين يطلع خطاب زي ده في الوقت ده. الوقت اللي بيقول لك احنا ماشيين لجدة وماشيين نفاوض وتفاوض ومبروك والناس تجهز الاعلام، طلع وضع العطا لخبط لهم حساباتهم، جاط لهم كده جاط لهم كده جاط 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 لهم. ليه هنا ما مصدقين؟ ما صدقوا ده ياسر العطا، لانهم مخدوعين، لانه هشام بتاعنا اللي مشى امريكا ده مبسوط ومبروك مبروك، واحنا خلاص السلام سلام يا توتو. قبل اليوم قلتوا مبروك ومبروك وجبتوا السلام يا هبنغه، جبتوا لنا حرب. الان ما مصدقين ده ياسر العطا. انا اديك حاجه عشان الناس ما يخش في راسها شكك، اللي ولا بيب ده اتعين مدير لجهاز المخابرات قبل شهر وباسمه الجديد جهاز مكافحة الإرهاب، اتغير قبل شهر. يعني اللي ولا بيب ده ما قاعد من زمانك مدير جهاز مكافحة الإرهاب؟ ما في الكلام ده، ما في. يا دوب عينوا له شهر وغيروا الاسم، واول زول قلت لك الاسم بتاع هيئة العمليات اتغير لمكافحة الإرهاب، انا قلت لك الكلام ده وقلت لك الغرضة طالع جوا. امس لما نشروا لك الفيديوهات دي قال لك ده منو لبيب ده؟ قال لك لبيب ده مدير جهاز مكافحة الإرهاب. معناته الخطاب ده جديد، معناته الكلام ده فريش، معناته الكلام ده جديد، الكلام ده تعب القحاطة. محمد عصمت طلع قال لك الكلام ده ممثل، محمد عصمت في قناة الحدث قال لك الكلام ده ممثل الشعب السوداني، واحنا الدول دي صديقه، ودوله الامارات دي وما صح. دوله الامارات دي مشترياك انت يا رخيص يا تافه يا قذر، مشترياك انت. دوله الامارات دي انت بتركع عليها، نحن ما بنركع. مشترياك انت يا رمه يا خسيس، مشترياك انت يا نتن يا قذر. دوله الامارات دي لك انت، لكن ما علينا نحن، ما علينا نحن. انت اشتريتكم، انتوا رخاص، انتوا ناس ما عندكم ثمن، انتوا بيشتروكم بسندويتش، بيشتروكم بوظيفه، بيشتروكم بدراهم بخطها في حسابكم. تطلع عشان شنو؟ قال لك اطلع قول. الخطاب ده بيمثل الشعب السوداني كله، بيمثل الاموات، بيمثل الاحياء، بيمثل اجدادنا القدماء، بيمثل الناس اللي قبل ما يكون في سودان، بيمثل المملكة الزرقاء، بيمثل مملكة علي دينار، بيمثل بعانخي، بيمثل ترهاغة، بيمثل أمين حوتو بذاته بيمثله. انت بتمثل منه؟ انت راجل خليها قلة اللغب والله ماذا والكلام الفاضي، انت راجل هذاك السودان تعال خلي قلة الأدب، انت راجل تعال السودان خليها الجعجعة برا واللف العواصم، انت بتمثل السودان تعال السودان. خليها قلة اللبن بتاعت الناس الشايبة، خليها قلة اللبن بتاعت الرجال الكبار الما عقلين، خليها قلة اللبن بتاعت الناس الرمى، انت راجل تعال السودان بس. خليك اي حاجة، انت ما بتمثل الشعب السوداني صح؟ وقلت الكلام ده ما بمثل الشعب السوداني، انت اللي بتمثله. تعال السودان لشعبك، تعال يا راجل يا خايب، تعال السودان لشعبك يا راجل يا كذاب، تعال السودان لشعبك يا راجل يا كذاب يا نجس، تعال السودان لشعبك.
تعال انت ما بتمثل، خليك كذب وتطلص، احنا ما خلاص فطرنا كذب. اي زول بيلقى هواء بضر عيش، واي زول داري كذب. انتوا بتمثلوا الشعب السوداني، انتوا مزولين من الشعب السوداني، هذول الشعب السوداني تعرفوا بيه وين؟ تعالوا، ما خلاص ده شعبكم ودي حاضنتكم، ارجعوا كلكم بربطة المعلم وتعالوا داخلين السودان، ما لكم في شنو؟ ما ده شعبكم ياهو، تعالوا وامشوا للشعب السوداني وقول له ده الممثلوك، وقول له احنا دارين نطلع الشوارع. والله العظيم اركبوكم الركوب بالصوت، ركوب تاني. شفت الركوب الطبيعي اللي نزلت فيه كلمة ركوب؟ والله تتركبوا كلكم واحد ورا الثاني، لأن الشعب السوداني اقسم بالله العظيم ممغوس منكم مغسة 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 مغسة، طلعتوه من الجنة ورميتوه في النار، دمرتوا له حياته، جوحتوا، أفغرتوا، حرامية كيزان رضيانين بيهم كنا عايشين، حرامية انتم حرامية زيهم، لكن بتاكلوا براكم. الكيزان ده لك بياكلوا بياكلوا الشعب السوداني، بيسرقوا بياكلوا معاهم شعبهم، شعبي هون بيسرقوا بياكلوا والحياة ماشية مدردكة. انتوا بتاكلوا بتاكلوا اهلكم وبتاكلوا بتاكلوا بيوت الدعارة حقتكم، لكن الشعب السوداني جوحته. كل زول شال قروش نعمل له شقة برا، هذيل ماشيين كل زول قاعد في شقته ملك برا، كل زول عمل له شقة برا قاعد فيها ملك. من وين؟ ابوك كان وارث هناك، ابوك كان جزء من المناطق الفتولة دي، عندكم اجدادكم القدماء قاعدين هناك، ما دي قروشنا لسه، دي قروشنا سنتين وستة شهور اللي مسكتوا فونا السلطة ومسكتوا فونا الشعب السوداني. شيل الفرق الدعم بتاع الشعب السوداني شلتوه انتوا، ما جبتوا لنا خدمة ولا جبتوا لنا تربية ولا جبتوا لنا صحة ولا جبتوا لنا تعليم ولا جبتوا لنا، شلتوه انتوا الفرق بتاع العملة، الفرق بتاع الدعم بين رفع الدعم وبين فرق كبير جدا. مشى وين؟ بنيتوا بيه مدارس، بنيتوا بيه جامعات، بنيتوا بيه اديتونا ليه شفناه ولقيناه للاسر الفقيره اديتوها كارت بتاع التموين تمشي تشتري ما في، شلتوه انتوا حولتوه لقروش ليكم انتوا، انتوا دمرتونا، الدمار ده حقكم انتوا. لما استلمتوه من الناس الكعابين، الناس اللي طلعنا ضدهم الناس الكعابين مسكتوها منهم، البلد دي ماشيه والناس ما اكله، احتصام مليان، كنا بندفع نحن بنجيب الاكل من بيوتنا، الحياه كانت رخيصه، الواحد يجيب لي حفله مليانه فول مليانه عيش والكهرباء فيه والدنيا حلوه، الناس في الاحتصام قاعدين واللمبات مولعه والشاشات ويحضروا في كاس العالم، الكلام ده حقيقه. جيتوا لقيتوا البلد ماشيه، ما لقيتوها واقفه ولا لقيتوها محتضره ولا لقيتوها ماشيه، البلد ماشيه، عملتوا لها شنو؟ سويتوا شنو؟ انتوا ما جيتوا تشيلوا الفساد، عملتوا شنو؟ ما ولا اي حاجه، بالعكس ابو دجاس عنده 64 مليار في ماليزيا ودارين نجيبه، وانت الكلام ده قلت انت يا شايب يا عايب يا راجل يا باطل، انت الكلام ده قلت انت، قلت انت الكلام ده، قلت ابو دجاس عنده وحنجيبه، جبتها جبتها، طلعت البنك باسم الثورة، طلعت فوق بقيت مدير، باسم الثورة طلعت فوق بقت صلاحياتك الكبيرة، تسرق تنهب تاكل تعمل الدائرة، باسم الثورة باسم الشارع. منو تاني اللي بيصدقك؟ منو تاني اللي ممكن يسمعك ليك انت يا خايب؟ منو اللي بيسمع عليك انت يا خايب؟ منو اللي بيسمع عليك انت يا رمة؟ منو اللي بيسمع عليك انت يا نجس؟ منو اللي بيسمع عليك انت؟ ما فيش سودان تاني عاقل كده بباريكو يا جماعة. أنا أديكم حاجة صغيرة بس، أنا أديك شوف لي ربنا سبحانه، ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك الحرب دي بتيلة من ربنا سبحانه وتعالى، الكلام ده خد تحته مليون خط، مكتب حمدوك، أنا أديك نبذة، ما أديك الكلام كله، الكلام كله خلي البلد تجي وأنا بطلع أديك الكلام كله، لكن أنا بدار أديك حاجة بسيطة، اديك حاجه بسيطه وتشوف
المكتب بتاع حمدوك ده اول حاجه، اول ما جاء داخل حمدوك والناس اللي معاه عملوا شنو؟ الناس اللي معاه ديل وحمدوك في صحف، اصل ال 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 القران الكريم ده موجود في البنك، موجود في المكتب بتاع حمدوك، وموجود في المكتب بتاع وين، وموجود في رئاسة الوزراء. اقسم بالله قال لهم شيلوا البتاع ده، شيلوا البتاع ده من جوه ودوه برا. الكلام ده قالوا، الكلام ده قالوا حمدوك، شيلوا البتاع ده ودوه برا. الشيء الثاني، الشيء الثاني، حمدوك اللي كان اللي بيحرس حمدوك كان صول، كان صول تابع للجيش. لا لا لا، من يوم جه حمدوك اللي بيحرسه صول اسمه عبد العظيم، تابع للجنجويد، وبعد ما مشى حمدوك الامارات هو معاه في الامارات، هو قاعد معاه وسافر معاه وعديل الامارات، ده تابع لحميدتي، مدي لي حمدوك رسمي وشعبي هديه. مع حمدوك 24 ساعه ده بيجيب لي الحاجات من السفارات، ده بيجيب لي الاحمر والابيض والاصفر والنعناعي، ده بيجيبه ليه؟ ده بيجهز لي المزه، ده بيجيب لي الهنايات. دي الحقيقه، انا بديك نموذج عشان تشوف ربنا سبحانه وتعالى غضبان مننا ليه. المكتب بتاع حمدوك كله البنات الشغالات فيه كلهم جوازات اجنبيه، كلهم جوازات اجنبيه، كل المكتب كله جوازات اجنبيه، ما في واحده سودانيه كده ابا عن اما، كلهم جوازات اجنبيه. مكتب حمدوك انت كنت بتشرب سيجار، عندك مؤهلات، عندك حاجات بتقدم السبت عشان تلقى اللي حق، بتكون جوا مكتب حمدوك. بيجي رمضان المكتب كله فاطر، بيجي رمضان المكتب كله شفته كله بينصمت وكله فاطر، وبينزلوا بيشربوا سيجار تحت للناس الصايمين. يقول لك الناس الصايمين دي لك كيزان، والله العظيم انا بحكي لك في حاجه والله مش حقيقه، حقيقه وحقيقه، والناس باللسامي اللي كانوا فاطرين بيقولوا الكلام ده عندنا. الناس دي كانوا بينزلوا يشربوا السيجار في نهار رمضان للناس الصايمين، الموظفين، في موظفين قاعدين في رأس الوزراء قدام، الناس دي عارفين الشعب السوداني كله بصوم بالفطره، بينصوم، ما في سوداني كده بيفطر نادر. المكتب بتاع حمدوك ده كله بيع حمدوك بكله، كله اي زول فاطر، اي زول فاطر، ما في زول صايم كده، صايم ما في. دي الحكومه اللي كانت في السودان، دي اللي بتحكمنا نحن، دي دارينا تبني السودان، دي دارينا تخت لنا الدوله تحت الاخلاق، دي دارينا تخت لنا دولتنا اللي بنحلم بيها، دي الدولة اللي احنا كنا دايرين يجيبوا لنا. ديل ما يجيبوا لك بار، قلت لك ديل ممكن بار يدمروا، ديل ممكن تدوهم بالدعارة يطوروا، يشغلوا لك دعائرات، يجيبون يعملوا لك حاجات للدعارة دي، يعملوا لك اسلوب جاذب للدعارة، يتفننوا في الدعارة، لكن دولة يطوروها ديل والله ما يطوروا روح، والله ما يطوروا روح، الواحد نفسه ما طورها، اخلاقه ياها اخلاقه حدها. خلي الكلام ده كله، تعال نشوف الفساد اللي حصل في الفتره دي، والسجنت بسببه صحفيه لانها قالت الحق، القصه بتاعت الشغال، القصه بتاعت العامله اللي حاولوا يتحرشوا بها جوا، قسما بالله قصه حقيقيه مليون المية، مليون المية، مليون المية. مستشار بتحرش له بعامله، وفي النهايه بيطلعوها هي الغلطانه. ليه؟ لانها بتدي وبترقد له، ودي الحقيقه. انت دار دولتك تبني شويه، انت دار دولتك تتبني بشنو؟ انت دار تاكل شنو؟ انت وقت مسنير ديل، انت وقت مقدم الفاسد والزول اللي ما عنده اخلاق والسكير والعربيد، حيجيب لك شنو ده؟ يا هو حيجيب لك الكلام ده، حجيب لك الدولة المفككة، حجيب لك دولة الآيس، حجيب لك دولة المخدرات، حجيب لك الدولة اللي فيها الشذوذ الجنسي، حجيب لك ناس سيناي دي اللي بتكلم ده قال جاي يحررنا، حجيب لك ناس سيناي اللي فيه دخلت في حضور محمد رمضان دي لاسي ما طلعت، حجيب لك دي، حجيب لك منو يعني؟
يعني انت قال الحاجة دي خلاص انت كنت حتجيبها حتمشي دولة، ما في الكلام ده، ما في الكلام ده. انت لو جبت الانسان التمام، الناس اللي عندها اخلاق، انت كده بتعمل دولتك. لكن انت جايب ناس انفكوا، انت دار تلبس شنو؟ انت جايب ناس عنوان البلد خلوهم انفكوا، البلد انفكوا، شعار الدولة السودانية كانت انفكوا، انت دار شنو؟ انت دار تكون لابس شنو؟ ما بخلوك تلبس. انت لو لابس حيطلعوك ما تمام. الدولة فيها زول اللي بيلبس ما تمام، لكن الزول اللي بيقعد ينفكه هو الزول الكويس، هو الزول الكويس. دي الحقيقة يا فضايح. اقسم بالله احنا ما الكلام ده حنقوله، لكن السي ما وقته. بس انا دار اديك نموذج. الوزيرة خليها القبضوها في العربية الساعة 2 في المقرن، خليه عرمان يوم الانقلاب حصل كان وين والقبضو. يا جماعة اقسم بالله احنا كنا في دولة ما محترمة. الكوز هاي فاسد، لكن اقسم بالله ما يصل مراحل دي. 30 سنة فاسد، لكن ما شفنا كلام، شفنا زمن السنتين وستة شهور. الكوز فاسد لكن ما شفنا. خليه الزنا نهاية رمضان عادي. انت زنيت يوم العيد، انت زنيت جوا المكتب بتاع الحكومة السودانية، انت التلاجة بتاعت الدولة السودانية خدتها لنا كلها ويسكي ومريسة. شنو يعني انت عملت شنو يعني؟ احنا القصة احنا ما عندنا مشكلة مع الكيزان ديل، ما يهون ناسنا، جيراننا ده ديل هنا. احنا ما جايين عشان نقعد نتكلم ساي ناكل لوك 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 كيزان. انت قدمت شنو عشان تحارب الكيزان فعلا؟ انت لو كان عندك مشروع نزيه ممكن تحارب الكوز، انت لو كان عندك اخلاق ممكن انت اسوء منه تحاربه بشنو؟ انت فاقد تحاربه بشنو؟ انت ما عندك حاجة تقدمها عشان الكيزان. افهم منك الكيزان، افهم منكم يا جحاطة، ودي الحقيقة، اعلم منكم وناس عندهم كفاءة اكتر منكم وناس مؤهلين. انت جايبين وزير مريم بالتصادق ودارك عنده غندور، خد مريم وجيب غندور، ولا بتلاقوا ليوم الدين، ما بتلاقوا. ما هنا الفهم، امسك الفهم، دي الحقيقة. انت لو جبت دار تضرب الدولة بتاعت الكيزان بتجيب وزير، تشوف وزيره بتاع الخارجية منه، تجيبه غندور، تجيب واحد يفوت غندور، لكن تجيب واحد يساوي الاصبع الصغير بتاع غندور، مستحيل تعمل حاجة، مستحيل. دي الحقيقة. ما عندكم كوادر، ما أهلتوا نفسكم، ما درستوا، ما تعلمتوا. انتوا دارين تخشوا بالواسطات، دارين تخشوا بالمنظمات، دارين تخشوا بالكذب والطلس، دارين تخشوا بالتزوير، دارين تخشوا بالبيع بتاع الوطن، لكن ما دارين تخشوا بالكفاءة. يعطوا كفاءة فيكم، ادونا كفاءة. قول لنا كفاءتكم في التجارة والصناعة. ابراهيم الشيخ زمن الكيزان شغال مراسلة، زمن الكيزان بيمشي يقعد في المكتب عشان يصدقوا له مطعم في جامعة عشان يبيع سندوتشات، زمان الكيزان بيمشي بوسى الايادي. ده جايبينه ليكون وزير صناعة، وزير صناعة. انتوا بتلعبوا ولا شنو؟ ما دي الحقيقة. انت ما تتكلم ساعتها احنا ما مشكلتنا، ما دارين، ما عندنا مشكلة مع الكيزان في اشخاصه ولا في عليمة. احنا دولة فاسدة، قلنا خلاص النازل انتهوا يمشوا يجوا الناس الاحسن منهم. جبنا الاحسن منهم، جبنا الاسوأ منهم، جبنا الاسوأ منهم بمراحل. مستحيل ديل يكونوا ابنوا لنا دولة. دي الحقيقة. الناس ما تقعد تجامل، تقعد تدفي الراس في التراب. لما وزارة خارجية تمسكها بنت المهدي، اتز ما قادر تقول اتز زي الناس، اتز ما عارفة تتكلم عربي، تيجي تمسك لك خارجية رازبة لغة عربية، جايبة لها 14 موظف فاشلين في الامتحان، اختارت الناس السقطوا في الامتحان والناس النجحوا شالتهم الشارع، ابنوا لك شنو دين؟ دي النتيجة الطبيعية شايفة انت قدام هنا. انت ما تتغشى، دي ما دولة سودانية. دولة سودانية بيبنيها شنو الكلام؟ بيبنيها الشعارات، بيبنيها الصفقة، بيبنيها الرقيص، بيبنيها التأهيل، بيبنيها الناس اللي عندها مخ، بيبنيها الناس اللي عندها مشروع وطني، بيبنوها الناس اللي عندها فهم. لكن شنو بيبنى لك؟ بشعار، بيبنى لك بكلام وخطب ارتجالية، ما بيبنى لك. ما دي النتيجة بتاعت الدولة السودانية. الدولة السودانية هاي فعلا ليه حق تصل هنا.
وده نتائج طبيعي لدولة مفككة من فوق، وده نتائج طبيعي لدولة بيسوقوها ناس ما عندهم علاقة بأي حاجة. ده النتائج الطبيعي، ده نتائج طبيعي جدا. احنا شاركنا بالسكات، شاركنا بالسكات عشان كده نحن بندفع في ثمن الآن، بندفع في ثمن، والثمن ده ما ثمن بسيط، ده ثمن غالي جدا. وين هنزاتهم؟ هنزاتهم شردوا الآن، هم بيمشوا يشوفوا برا بيعملوا في شنو، بيشوفوا برا يبيعوا، بس دارين يجوا راجعين السلطة، ما عندهم بيك انت دعوة. احنا غلطنا وانا شخصيا انا بقول عن نفسي احنا غلطنا. انا يوم من الايام دعمت قحطة تمثلون، كتبتها تمثلوني، كتبتها. انا ندمان والله العظيم، ندمان ومليون ندمان. ليه؟ لان انا كنت ما واعي، لانه كان سايقاني العاطفه زي الرمم ديل يمثلوني، زي الناس ديل كانوا. انا دي حقيقه، اي سوداني يعرف انه ما 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 غلط انك تحترف وتحتذر. والله العظيم تو كونك تحترف انك غلطت، والله دي بدايه السودان يمشي لقدام. لكن تقول انه يا هون ديل وممكن كانوا ما كانوا ديل سنتين وستة شهور لو دارين يعملوا ليهم مشروع وطني كانوا عملوا، لو دارين يعملوا قانون كانوا عملوا، لو دارين يعملوا دستور كانوا عملوا، لو دارين يختاروا كفاءات سودانية لا حزبية كانت جات كفاءات أصلية، ما كانوا جابوا لنا حمدوك بكرشة، ولا كانوا جابوا لنا إبراهيم صبغة، ولا كان جابوا لنا مدني جرادل، ولا كانوا جابوا لنا بالتلبوشي، ولا كانوا جابوا لنا الرمم الخنايدي. يا أخي المكتب بتاع حمدوك بعد ما شالوه مشى وين؟ المكتب كله، الموظفات، الموظفين اللي بيجيبوا كلهم سالون أسامة داود، كلهم تابعين لأسامة داود. المكتب كله بتاع حمدوك مع شغال هذاك مع أسامة داود. محترمة الحاجة دي طبيعية جدا جدا جدا، نحن رضيانين. لكن تاني احنا ما عندنا اللي يكون، تعالوا السودان، انتوا بتمثلوا السودان وبتمثلونا، كلام ده ما يبقى جعجع بره ومؤتمرات، تعالوا السودان. احنا ممثلنا جيشنا، مؤسستنا العسكرية، دارينا عسكرية بالواضح والصريح، عسكرية. احنا شعب سوداني ما بنمشي الا بالعسكرية، وما بنقتنع الا بعسكري، قومنا كده عندنا غرامة على العسكر. شعب السوداني كده بيحب العسكر، ما دايرين الا عسكريه، شفت بس عسكريه كده بود دايرينه. لا نحن ساكين سلطه ولا دايرين وزير ولا دايرين عسكريه، بس عسكريه فقط، ما دايرين غير بالواضح والصريح عسكريه. انتوا عندكم رجال، عندكم حاجه، تعالوا السودان، تعالوا اعملوا دايرينه، تعالوا جيبوا انتوا الشعب ده معاكم، تعالوا. ما في، خلاص دي قصه وانتهت. عشان كده الناس تجهز نفسها، الناس تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تحاسب حاجات، تشوف ايجارات، تشوف الشغله بقت اقرب مما تتخيل، ما كثيره، قريبه جدا جدا جدا. ايام معدوده وتبقى ذكرى، ايام معدوده ويعلن لك الانتصار من الميدان. الكلام ده ما بعيد، الكلام ده قريب جدا 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 جدا. خلاص الليل ام درمان كلها خياكه، شارع زقاق، بيت تفتيش من الشرطة، تفتيش من الجيش، حياة العمليات، ما في، كله ليلة كله مدرمان، عملوا لا مسح، الثورات الثامنة الرابعة السادسة الخامسة العاشرة العشرين، كله نظفوا. ودي ما هي حاجة، لكن الاحتياط عشان نمشوا لقدام والبلد تكون مهمنا. ودخلت متحركات، نزلنا لك جزء منها، متحركات كبيرة جدا 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 جدا. الكتمة جاية، الكتمة والله جاية، والله تشوفوا الجنجويد ديل في الشوارع، تذكروا كلام، تشوفوا الجنجويد ديل بين كل شارع وشارع، تلقوهم مجدعين، والعملاء ذاتهم، العملاء ذاتهم بتلقوهم مجدعين في الشوارع، لأنه الشغلة معروفة ومكتوبة بأسماء، والشغلة جاهزة، الخطط جاهزة، كل شيء جاهز. الميدان
الميدان. عشان كده الناس يا جماعة تجهز نفسها، تجهز حاجاتها، تراجع حساباتها، الملابس تخليها جاهزة، تكوي هدومك وتكون جاهز. البصات دي ما حتخش بالواحد والاثنين والثلاثة والاربعة، 50 بص 60 بس، اتذكروا الكلام والله العظيم بإذن الواحد الأحد شغلة مش قربت. أنا بقول لك مبروك وبالفم المليان، بقول لك مبروك وبالفم المليان، بقول لك مبروك وبالفم المليان. دي ما مبروك سعيدي، مبروك. الشغلة انتهت والشغلة تاني ما اطلع اقول لك الموت كام، خلاص الناس ذي كملوا انتهوا براهم، قاعد يموتوا، لا عندهم سلاح، لا عندهم حاجة، ولا في مضادات، ولا في أي حاجة. الناس زي انتهوا، حتى الإمداد البرة الآن الجيش قادر على طيران لفي بهناك 24 ساعة، طيران 24 ساعة. الحسم 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 الحسم. الله يديكم الصحة والعافية، وبإذن الله تعالى قربت وبكيفنا، وما في زول بيحكمنا غصبا عننا، ولا نحن فوضنا لنا زول، ولا نحن فوضنا لنا عرر. العرر دي اليوم الدين مفوضه، احنا مفوضين مؤسستنا العسكرية تفويض شامل كامل بإدارة الدولة السودانية، ما يسلموها لنا للسياسي، ما دارين سياسة. كل الناس لما تشوف شغالة، الدار يمشي يشتغل يفتح له دكان، الدار يشتغل في طبلية، الدار يشتغل بتاع موية برد 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 برد، الدار يشتغل في مولد. احنا خلاص دولتنا السودانية قفلت عسكر بس، لحد ما الدولة دي تجيب 10 20 30، ما سياسة ولا ديمقراطية. ولا أنا من الناس والله اليوم الغيام ما دايرة ديمقراطية، لأنه ما نحن ناس الديمقراطية، ولا الشعب جاهز للديمقراطية، ولا عندنا ناس حتفهم الآن ديمقراطية. الديمقراطية دي خلوها لأجيال جاية بعدين، بعد ما نسلمون الدولة السودانية كاملة نقولون هاكم دولتكم السودانية، دارين تعملوها ديمقراطية، دارين تعملوها تنبعلو، دارين تعملوها مدنية، دارين تعملوها دي الدولة السودانية. لكن الآن احنا دارينها عسكرية. الله يديكم العافية ويدي الوطن العافية. سلام عليكم.